صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحرومة. صلى الله عليك يا سيدي وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام لبس الإسلام وأبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد وصل صلاح خفضت أعلام ترفع أعلى يا ملفساد ما شهر الله فيه
حجة الله على كل العباد الله قد جد له أيوة إماما وببيت الله قد جد له ساجدا لله ينشج من خوفه قتلوا قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وبكى ياه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله هدمت والله أركان الهدى أيوة إماما أيوة عليا هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا ينادي حيث لا من منذر فينا عقبك غريب أبويا زينب زينب تقل أبويا أبويا يا أبو حسين الدنيا من عقبك غريب أبويا أبويا الدنيا من عقبك يتيم أبو حسين ما تمم صيامه أبو حسين ما تمم صيامه والله اللي فاه العيد ولا ديتام هي اللي فاه العيد ولا العلي العظيم. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمري ومن طعمه بقرصي. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. كل المراحل التي طواها أمير المؤمنين وهو في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الرسول كفل الإمام في السادسة من عمره، وكان أول المسلمين إيماناً برسول الله، ما من غزوة ما من معركة إلا كان أمير المؤمنين سيدها أميرها، كان اللواء بيد أمير المؤمنين منذ البداية، وعلي مع رسول الله يدفع الأذى عن رسول الله، حتى الأطفال الذين كانوا يضربون رسول الله بالحجارة كان أمير المؤمنين يدفع هؤلاء الأطفال ويحامي عن رسول الله. من المحامي؟ من الكبار كان سيد الصحابة أبو طالب ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كان من الكبار محامياً ناصراً مدافعاً مؤمناً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تنظر بعد رحيل أبي طالب كل المصائب التي أجروها على رسول الله، كل الابتلاء الظاهري، كل المؤامرات التي حاكتها قريش على رسول الله من بعد موت أبي طالب. وإلا اليوم اللي كان أبو طالب موجود ما كان واحد يتجرع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أكبر دليل على إيمان أبي طالب. ولكن كل الأمر إنما هو عداء مع أمير المؤمنين. هذا العداء مع أمير المؤمنين فيه ضريبة كثيرة، وصل الأمر إلى كربلاء، نقاتلك بغضا منا لأبيك. فالقضية قضية الإمام أمير المؤمنين، كل الذين حول علي بن أبي طالب تمت محاربتهم، حتى شيعة أمير المؤمنين. هذا في عصر الحجاج المؤرخون يقولون أكثر من 120,000 واحد قتلهم على الظن والشبهة، كان يظن أنه من شيعة علي، ما عنده تقرير 100%، ما كان متأكد، يظن أن هذا من شيعة علي أمسكه وقتله. لذلك كانت في المعتقلات عنده كان يعطي لهؤلاء المعتقلين من شيعة أمير المؤمنين يأخذ الطعام ويضع فيه التراب ويطعمهم، كان يجمع النساء والرجال عراة في مكان واحد، كان يعذبهم عذابا شديدا. أنت تعرف الحجاج، أعطيك العصارة من شخصيته، الحجاج كان رجل لما يذبح ويقتل واحد من الشيعة يأخذ دمه يجففه يطحنه ثم يخليه مثل البهارات على طعامه ويأكل. رجل من هذا المستوى. بالمقابل شوف هذا التاريخ، تاريخ العلويين، كان يبنون العلوي والشيعي على أسطوانة على عمود. وإلا هذا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر وين كان؟ تدري وين كان موجود؟ كان في المدينة. الآن وين تلقاه؟ موجود أطراف الحلة. وين الحلة؟ وين المدينة؟ روح إلى بقية أبناء أهل البيت، شوف موزعون من بلد إلى بلد. تروح اليوم إلى إيران مثلا في الجبال، الآن ما تقدر توصل، الآن بعد ما تمهدت الطرق الآن ما تقدر توصل. تروح إلى أذربيجان، السنة أنا رحت إلى أذربيجان، هنالك السيدة رحيمة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهنالك بنت أخرى زرتها أيضا للإمام موسى بن جعفر، العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول هنالك بنتان للإمام موسى بن جعفر في باد كوبا. باد كوبا يعني في باكو، مدينة باكو العاصمة. أيضا رحت إلى السيدة حكيمة لها مزار عظيم، ولا على الجبر شفت هنالك مزار صغير، قلت لهم شنو هذا المزار؟ قالوا هذا محل عبادتها. ولكن في أذربيجان ما يعرفوها السيدة حكيمة، يسموها بيبي هيبت. لماذا؟ لأن التاجر الشيعي اللي كان من أذربيجان ونقلها من إيران إلى أذربيجان تقية وخفية،
حتى الجماعة من بني العباس لا يعرفون أن هذه بنت الإمام موسى بن جعفر فيقتلونها. جاء بها على كفالته حتى أخذت اسمه، يعني أهل البيت مشردون. هذا التاريخ تاريخ بني أمية، اقرأ أنت تاريخ بني العباس. شوف تنظر إلى مثلا زياد بن أبيه أو تروح للمنصور يشوف واحد يقول له أنت الديباج الأصغر، يقول له نعم الديباج على الجميل جميل أصغر، قال بلى. أغرى به الجلاد ضربه بالسياط فوقعت ضربة على رأسه وعلى عينه، جرت عينه. قال يا رجل أن الرأس حرمة لرسول الله، أنا سيد أنا برسول الله. أغرى به الجلاد حتى حول جسده كالزنجي الأسود. زين هذول منو؟ سؤال اليوم التاريخ هذا كله، اليوم التاريخ اسأل أقول له هذول منو؟ من هم هؤلاء الناس؟ مو أبناء رسول الله؟ مو هؤلاء يدينون بدين رسول الله؟ إذن لماذا؟ شنو هذا السبب؟ تعال خلي نرجع للإمام أمير المؤمنين. هذا الوضع أنا أريد أقول لك، أنت الإنسان الشيعي، أنت الإنسان الموالي، أنت الذي تنتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا التاريخ كله تاريخ قتل وتشريد، ولكن ما سمع ليوم من الأيام أن الشيعي تراجع، بالعكس صمود وثبات واستمرارية واندفاع إلى الموت. ما عدنا بالتاريخ أن الشيعي جبان أبدا. شوف التاريخ هذا منذ عهد الإمام أمير المؤمنين، مو هذا حجر بن عدي؟ حجر بن عدي ما كان يقدر يستعمل التقية، كان الإمام أمير المؤمنين رخصه، كان يقدر يستعمل التقية استعمل. بس أكثر من ذلك رادوا يذبحوا، قال لا أذبحوا ولدي قدامي حتى أتأكد أنه مات على ولاية أمير المؤمنين. تشايف وين الموضوع؟ يعني رغم هالإبادة الجماعية، أنت شوف التاريخ من عهد الإمام أمير المؤمنين إلى الآن هنالك تصفية مستمرة إلى شيعة أهل البيت. روح هذا صلاح الدين الأيوبي في مصر، بعد هذا هو مو من الصحابة ما يخالف نقوله، يعني هذا صلاح الدين الأيوبي من هو؟ أباد ثلث الشيعة، قرابة مليون إنسان في وقت قتلهم. زين الناس تحكي على هتلر وسوى إبادة باليهود ومحرقة باليهود، زين ليش ما سوى محكمة جرائم حرب؟ مليون شيعة قتل وذبح في مصر. ولكن أرد أقول لك رغم كل الألم المصائب والمحن تراجعوا الشيعة أبدا، كل ثبات. بالعكس هذا القتل وهذا التشريد وهذه الإبادة ما كان يزيدهم إلا ثباتا، عزيمة، استمرارية، مقاومة، صمودا. وهذا واقعنا الحمد لله. احنا هذه الشهادة تعلمناها من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الحسين كانوا يذهبون إلى الموت، معركة وصراع بين بني هاشم وبين أصحاب. الأصحاب يقولون إحنا نروح، بني هاشم يقول لا، يتصارعون على الموت. أيضا اليوم هذا اللي جرى في جامع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا التفجير الوحشي بعيد عن الإنسانية. إحنا كنا يعني الإنسان بالنتيجة كان يتطلب إدانة دولية لهذا العمل الوحشي، ولكن شوف الآن من المؤمنين أنا أشوفهم يقول أنا كنت موجود، يا ريت كنت رحت وياهم، يا ريت أنا استشهدت، يا ريت أنا كنت أروح وياهم. يعني أكو روح الشهادة، أكو روح الناس تتمنى، لأن هؤلاء هم شهداء مو الصلاة والصيام فقط، وإنما أعظم من الصوم والصلاة. هؤلاء شهداء العقيدة والولاية، هؤلاء ضحوا بعقيدتهم. أن نقول له يا أمير المؤمنين أينما نكون فأنت في قلوبنا، فأنت في كل خلية من خلايانا، أنت في دمائنا تجري، أنت في وجودنا تجري. العالم خلي يعرف أن الإنسان الذي ينتمي إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة أهل البيت، بكل عقل وتعقل وحكمة وتدبير يتعامل. هذا اللي تعلمناه من مدرسة الإمام الصادق، وهذا اللي تعلمناه من مدرسة الإمام أمير المؤمنين. أنت شوف علي بن أبي طالب، اليوم السياسة، يعني شنو السياسة اليوم؟ السياسة تساوي غدر، خداع، كذب، دجل، وهذا السياسة. ولكن تعال انظر إلى
السياسة عند رجل زاهد بالدنيا، يقول إن دنياكم هذه كعفطة عنز. هي العنز شنو؟ عفطم العنز. يقول هذه عندك كعفطة عنز. إذا كان بالدهاء وبالدهاء الإمام أمير المؤمنين كنت أدهى العرب. لا تتصور علي بن أبي طالب يقول لك السياسة أنا أعرفها، ولكن إذا وقعت السياسة في حكومة 4 سنوات و9 أشهر بيد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شلون أدار هذه السياسة؟ رجل زاهد، رجل ورع، رجل متقي، رجل لا يطمع في الدنيا، رجل كأمير المؤمنين. شوف هذا السياسي، مو العالم اليوم كله يحكي بالسياسة، تعال اليوم خل نقرأ السياسة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف علي بن أبي طالب شنو كانت السياسة. السياسة كانت عند الإمام أمير المؤمنين، يأتي إليه رجل المشرك يقاتله، يقول له يا ابن أبي طالب اعطني سيفك بالقتال، مشرك كافر، يقول لعلي بن أبي طالب اعطني سيفك. هسه أنت إذا واحد قال لك الكلام شو تسوي له؟ ترد عليه؟ أخذ الإمام سيفه رماه له، قال يا ابن أبي طالب أنت في المعركة ترمي إلي سيفك؟ شلون ترمي؟ ليش ترمي؟ قال أنت سائل وأنت طلبت مني وأنا ما رددت عليك الطلب، رميت إليك السيف، فانحنى يقبل قدم أمير المؤمنين وأسلم على يد علي بن أبي طالب. هذا وين؟ هذا وين؟ عدوك، عدو الإمام يقول له اعطيني سيفك، يرمي إليه سيفك. تروح إلى السياسي المحنك والمخضرم علي بن أبي طالب، أشوف علي بن أبي طالب أي سياسي هو. تنظر إلى الإمام، ينظر إلى طفلة تبكي وهو الحاكم على 50 دولة، وهو الحاكم الأعلى للمسلمين. علي بن أبي طالب يروح إلى هذه الطفلة، بنية لماذا تبكين؟ يمسح دموع هذه الطفلة الجارية، تقول أنا أهلي بعثوني أشتري تمر، اشتريت التمر وديته ما رضوا بي، رديته للبائع ما قبل من عندي هذا الشيء، راح كلم الإمام. شوف علي هذا حاكم أعلى، حاكم أعلى بدون حماية ولا أحد، يعني هكذا يشوف جالس، يروح يتكلم مع البائع يرجع التمر. بعد فترة يشوفه، يروح الإمام يشوفه جالسة، ليش جالسة؟ قالت يا أمير المؤمنين أخشى من أهلي أن يطردوني، أخاف أن أتأخرت عليهم، وداها إلى أهلها. يعني علي بن أبي طالب يشوف امرأة على متنها شربة ماء، يقف مع هذه المرأة وهو الحاكم، يأخذ الشربة يساعدها يوصلها للبيت ويأخذ لها الطعام. علي بن أبي طالب هو ذلك الرجل الذي يمشي مع رجل نصراني في الطريق إلى الكوفة في مفتنق الطرق، ذاك يعرف أن هذا رجل من المسلمين ما يدري من هو، فأمير المؤمنين ما يروح إلى اتجاه الكوفة، يكمل الطريق معه مسافة من الطريق، وإذا به يقول يا رجل إلى أين ذاهب أنت؟ أنت مو قلت للكوفة، مو هذا طريق الكوفة. قال بلى، أن من شأننا وفي شريعتنا أنه من آداب الرفقة، لأنه أنا رفقتك مسافة، من آداب الرفقة أنني أمشي أشيعك وأودعك. قال هذا مبدأكم؟ قال بلى، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أن عرف النصراني أن هذا علي بن أبي طالب الحاكم على الدولة الإسلامية، فآمن بأمير المؤمنين. هذه المبادئ وهذه القضايا تشوفها في علي بن أبي طالب في كل حياته، في كل مبادئه، في كل رحلاته. وين تجد علي بن أبي طالب؟ تجد رجل، تصور علي بن أبي طالب ما عنده حزم، أمير المؤمنين في تلك الحرب يظفر في بيت كل قادة المعسكر موجودين، ينتصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حرب البصرة، ينتصر الإمام، يوصل إلى مكان قال له ترى يا أمير المؤمنين كل القيادة موجودة بهذا البيت، يعني الدش يا علي بن أبي طالب ادخل إلى الدار وصفيهم. ما دخل، يقدر الإمام، بإمكانه يدخل الإمام ويصفي المعارضة، يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. تركهم أمير المؤمنين، ما قتلهم، وكان الأمر بيد علي بن أبي طالب. الإمام أمير المؤمنين إذا كان لم يساوي في العطاء بين المسلمين ما كانت تصير هذه المشاكل.
يعني يوم اللي دخل عليه طلحة والزبير وطلبوا من أمير المؤمنين، إذا كان يلبي أمرهم ما كان يصير هذا الشيء. كثير من الناس اللي راحوا إلى الشام لو كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولبي هذه الدعوة ما كانت تصير هذه المشكلة. علي بن أبي طالب شلون تعامل مع المعارضة؟ أنت شايف الإمام؟ شايف المعارض منو كان؟ المعارضة كان ابن الكوى، يوقف قدام الإمام أمير المؤمنين يسمع خطبة للإمام ثم يقول كافر ما أفقه. شوف شوف عبارته، فقاهة علم ولكن كافر يا علي. شو يسوي لأمير المؤمنين؟ من قادة الخوارج، من قادة الأعداء لعلي، الإمام راتب الشهر يعطيه من بيت المال. هذا بأي حكومة تنظر إليه اليوم؟ بأي عالم تنظر نموذج كأمير المؤمنين كلين مع حزم؟ شوف الحزم اللي كان عند أمير المؤمنين، جيبوا له مال لبيت المال بالليل، الجماعة قالوا له يا أمير المؤمنين هذه أموال بكرة الصبح نوزعها، قال من يضمن بقاء إلى بكرة الصبح؟ اليوم بالليل، اليوم بالليل توزعون هذا المال. عمار بن ياسر شوف المعركة اللي صارت على الخلافة، أمير المؤمنين سكت؟ تصور علي بن أبي طالب كان ساكت؟ علي بن أبي طالب مو اجى عند العباس، مو اجى عنده، اجى عند أبو سفيان قال له يا علي أمدد يدك لكي أبايعك، والله لأقلبنها عليهم خيلا ورجالا. بس الإمام يدري، الإمام كان يفهم الأمور، يدري أن أبو سفيان شنو مقصوده من هذا الشيء، الإثارة فتنة راح تصير بين المسلمين. ترك الإمام، ما استجاب الإمام إلى ذلك. شنو تفكر فيه عقلية الإمام أمير المؤمنين؟ اجى عمار بن ياسر قال له يا أمير المؤمنين الناس اجتمعوا كلهم يريدوك أنت، أن تكون أنت الخليفة. قال بشرط واحد. شنو هذا الشرط؟ أن أتعامل معهم بالسواسية كلهم. لا تقول لي فرق بالعطاء يا عمار. رجع عمار بن ياسر للمسجد، أيها الناس علي بن أبي طالب يقبل أن يكون خليفة عليكم بشرط العطاء بالتساوي، ماذا تقولون؟ قالوا وافقنا، وافقنا، خليه يقبل علي بن أبي طالب. لذلك دخل إلى بيت المال أمير المؤمنين، جمع أموال بيت المال، وزع المال على جميع المسلمين. بعد ماكو هذا الثري وهذا الفقير وهذا من قريش وهذا مو من قريش، هذا من العرب وهذا من العجم وهذا عبد وهذا سيد، كلهم أمير المؤمنين أعطى الجميع، أعطى لكل واحد 3 دنانير وهو الخليفة وهو الحاكم، حمل لنفسه 3 دنانير أيضا. هذا وين تلقاه؟ وين تلقى هذا المبدأ؟ بعدين نشوف يعني هذه السياسة اللي اليوم بالعالم يحكون فيها كل كذب ودجل ونفاق، يشوف علي بن أبي طالب بهذه الطريقة يحكم، يحكم أمير المؤمنين، يعطي مثل اللي العالم إلى هذه اللحظة ماكو مثيل لأمير المؤمنين في عدله، في مساواته، العدالة الاجتماعية لعلي، المساواة في مدرسة أمير المؤمنين، النظر اللي علي بن أبي طالب كان يتكلم مع الآخرين به بأي رؤية، بأي تعامل كان عند الإمام أمير المؤمنين. تعرف أنت منه؟ تعرف ولا ما تعرف؟ أنت تابع لإمام بهذا المستوى اللي العالم كله. تصور أنت الشام شو سوى بأمير المؤمنين؟ منعوا الناس، قالوا بريئة الذمة. شوف شوف العبارة، الشام صدروا كتاب بريئة الذمة لكل من يوالي علي بن أبي طالب قتلا إبادة. جابوا ذلك الإنسان، جابوا زياد بن سمرة، خلوه على الشام، خلوه على الكوفة. الكوفة بذيك المرحلة، ذيك المرحلة أكثرية كانوا يوالون الإمام أمير المؤمنين. بددهم، قتلهم، قتل النساء، الأطفال، الرجال، قطع الأيدي والأرجل عن خلاف، سمل الأعين، قطعهم، عذبهم، شردهم. كل هذا، كل هذا التاريخ، كل هذا التاريخ يذكر للكوفة بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين. وزمان الإمام الحسن مر والشيعة بمرحلة صعبة جدا، وبعد استشهاد الإمام الحسين ومرحلة الحجاج مر والشيعة بمرحلة صعبة جدا. ولكن شوف التاريخ كله، الشيعة لن وما خضعوا لأي إنسان إلا لله تبارك وتعالى. هذا المبدأ، هذا الواقع. لذلك ترى في طيلة التاريخ تنظر إلى الشيعة رجال المبدأ،
العقيدة الأساس. الناس اللي ما تمشيهم المصالح ما يروحون على المصلحة يمين وشمال، هذا واقعي مبدئي. تنظر إلى الشيعي يدافع عن وطنه، الوطنية اللي عند الشيعي وطنية متميزة، ما أقول أفضل من غيره حتى يقولون بعدين ها يقول أفضل من غيره، أقول متميزة وطنيته. وفعلا اليوم هذا التفجير اللي صار في مسجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لازم لا يزيدنا إلا ثبات وإلا استمرارية، ماكو خوف، احنا ندور هذا. وفعلا اليوم بكل حكمة وسمو الأمير القيادة الحكيمة لما جاءت إلى المسجد، ترى هذا ما صاير بعد نصف ساعة، سمو الأمير يدخل وينظر إلى المصابين ويبكي، وعبارة الأبوية أنه هذول عيالي، هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة اللي تضمد الجراح وتجعل المحبة بين المجتمع وبين أبناء الوطن الواحد، هو هذا، هذا اليوم اللي خلى الشيعة اليوم ينظرون بنظرة إيجابية بكل هدوء بكل تعقل. ترى الإنسان خاف من الحكيم، الإنسان الحليم لما يهدأ مو معناته أنه يخاف، لا، وأنما يتعقل، يعمل بعقله، يعمل بحكمته. وقل الانفعال وشبابنا، أنا أشكر شبابنا والنعم فيهم، شبابنا وهذا الانضباط بالنفس وهذا عدم الانفعال وعدم الخروج عن الضابط العامة، هو هذا اللي احنا نحتاجه اليوم. شباب تسمعوني، لا يكون اليوم واحد مغرض، واحد سفيه، واحد مريض يكتب لك تغريدة أنت ترد عليه وتعصب عليه وتنفعل. اليوم مرحلة ممنوع الانفعال، اليوم مرحلة ممنوع تعصب، اليوم ممنوع نقول كلمة، لأن هذه الكلمة أنت ما تمثل نفسك، ما تقول لي كيفي أنا اللي أبي أسوي، لا مو كيفك أنت. اليوم أنت ضمن نسيج اجتماعي موجود، وإحنا بابنائنا وأساسنا وانتماءنا إلى أمير المؤمنين وانتماءنا إلى أهل البيت، هذا علي بن أبي طالب إمامك 25 سنة أقصوه عن الخلافة، بس بعيد كان الإمام، ما كان بعيد. يوم اللي ذهبوا إلى الصحابي الجليل لرسول الله مالك بن نويرة، قتلوه وزنوا بامرأته وقتلوا الرجال وجاءوا بالنساء سبايا إلى المدينة، علي بن أبي طالب جرد سيفه كلها فلتت، كلهم شردوا، شافوا علي بن أبي طالب لها حد هذا بعد. الإمام أعطى دية الرجال، تسمعني، دية الرجال أمير المؤمنين أعطاها، وحتى دية ترويع النساء أعطاها. هذا إمامك، هذا علي بن أبي طالب، مو علي بن أبي طالب يقدر يجر سيفه. يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعوا، علي بن أبي طالب كمش باب خيبر اللي 44 واحد يحركوها، أبو الحسن قلعها، منو هذول الناس؟ ما يقدر يجر سيفه؟ يقدر يجرد، ولكن أكو مصلحة عليا، لولا كتاب من الله وعهد من رسول الله لرأيتم أينا أضعف ناصرا. السكوت مو يعني علامة الضعف، لا، وإنما الإنسان في إدارة الموقف، هذا المهم. الإمام أمير المؤمنين أدار الموقف إدارة صحيحة. اليوم أنت في الأزمات، أنت كشاب موالي في مدرسة أهل البيت، يوم اللي تقدر تدير الأزمة بصورة صحيحة، هو هذا انتصار، هو هذا فوز، هو هذا العدو. العدو يريد من عندك تنفعل وتصرح وتقوم بعمل حتى يكون به تبعات سلبية، بالعكس أمير المؤمنين وهذه مدرسة أهل البيت خلونا نتعامل بكل تعقل، نحترم الآخر، احنا في مجتمع متعايش. وفعلا اليوم شفنا احنا حتى في الصلوات، شفنا في الأماكن المتعددة حتى من إخواننا أهل السنة حضروا في الصلوات وأجوا، وحتى في العزاء في المسجد الكبير كثير من عندهم حضر، جزاهم الله خير. بالنتيجة أكو ناس يتصيدون في الماء العكر، احنا في مرحلة نحتاج مزيد من العقلاء، وهذا أمير المؤمنين. تصور علي بن أبي طالب ما أجوا حرضوا، تصور علي بن أبي طالب، مو معناته أنه تنازل أبدا، الإمام لم يبايع، علي بن أبي طالب ما بايع، لأنه الخلافة إله، ما يبايع إنسان آخر أبدا. أمير المؤمنين يقول أرى تراثي نهبا، تدري يعني شنو؟ روح قرأ اللغة العربية،
افتح كتاب المنجد ولسان العرب، شوف نهبا يعني شنو. علي الأمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول أرى تراث نهبا. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه علي بن أبي طالب كالرحى، قطب ورحى، هكذا كان أمير المؤمنين، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، هذا أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب يا رسول الله قال أعدلكم علي، أفضلكم علي، أعلمكم علي. هذه وين تجدها في الصحابة؟ اليوم ماكو صحابي كأمير المؤمنين في المكانة والمنزلة والدرجة، وهذا اللي يجعل اليوم مرحلتنا وثباتنا. وشوف هذه المدرسة، علي بن أبي طالب ما كان يقدر يجر السيفة؟ كان يقدر، ولكن أمير المؤمنين أسلوبه هذه في قضية فتح مكة. شنو قال الرسول؟ ذول المشركين وقريش اللي بعدين سموا نفسهم من المسلمين، ايش سوى برسول الله؟ قل شنو ما سوى برسول الله من العذاب والأذية اللي 124,000 نبي، يعني مثلا نبي الله زكريا تدري شنو تعذب؟ تدري عذابه شنو؟ لحقوا قومه شرد من عندهم، لحقوا وراء شرد من عندهم، شرد شرد إلى أن وصل إلى شجرة، لاذ بهذه الشجرة، شجرة بعد هو نبي عنده ولاية تكوينية، الشجرة انفتحت، دخل في الشجرة قاعد يباوعهم، اجوا الجماعة شافوه دخل داخل الشجرة، الشيطان تمثل لهم ذاك الوقت، الشيطان يتمثل هسه بعد ما يحتاج الشيطان، الشيطان يجيك على الواتساب اليوم، الشيطان اليوم يجيك بتويتر، اليوم الشيطان يجيك بالانستغرام، الشيطان موجود كل مكان الآن، ذاك الوقت لا كان يتمثل، لازم يصير بشكل عدهم. على كل حال اجى الشيطان قال له شو نسوي الآن، دخل داخل الشجرة وما نقدر نسوي شيء، علمه المنشار، شايف هذا المنشار؟ ذاك الوقت ما كان يدرون شنو منشار، سألوه قال له شنو يعني منشار؟ قال تجيبون حديدة، الحديدة طريقة مثلثة، بهذه الطريقة سووها، تخلوها على الشجرة وتجروها فتبدأ الشجرة تنقطع. فعلا سووا، راحوا جابوا حديدة وقطعوها وخلوها على الشجرة. نبي الله زكريا نبي من قبل الله، أنت الإنسان المؤمن الشيعي، لا تقول يعني وين الله، لا تقول كلمة تطلع من الطريق، يعني الإمام الحجة ما ينظر، ينظر الإمام، أنت برعاية الإمام والكون برعاية الإمام عجل الله تعالى فرجه، هذا ابتلاء، هذا اختبار. شوف نبي من الأنبياء شنو صار فيه، خلوا المنشار على الشجرة بدوا يحركوها، قال إلهي دخلك، الله ما قال له شيء، دخلوا المنشار بعد شوي يوصل عنده، إلهي دخلوا منشار وصل قليل منشار إلهي، يعني لازم تنصري، أنا نبي أنا خليفة لك. قال يا زكريا لو قلت لو قلت سأسحب منك النبوة، ولا كلمة، قطعوه نصفين انتهى، هذا نبي. شفت الألم؟ أنت صار فيك هذا؟ صار هالمصاب؟ تعال اليوم شوف هذا النبي كم تحمل رسول الله من المصائب والمحن، زين شو لازم يسوي فيهم بمنطق اليوم؟ ما يبقي لهم أثر، ينتقم منهم، هذا يوم الانتقام، قال اليوم يوم المرحمة، هكذا كان رسول الله. زين شو تسوي فيهم يا رسول الله؟ لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، مبدأ رسول الله والتسامح. علي أمير المؤمنين، وهذا قلت وأقول أنه ليس ضعفا، وأنما نحن لنا منطقان، منطق القوة وقوة المنطق، احنا منطق القوة ما نستعمله الحمد لله، عندنا منطق يسموه قوة المنطق، هذه قوتنا، منطقنا ورسالتنا، مبدئيتنا، انتمائنا إلى مدرسة، هذه المدرسة يضرب بها المثل في العالم، هذا هو المهم. ملتفت؟ وسيما أقول هذه الكلمة للشباب، اليوم مرحلة لازم تقوي علمك، ثقافتك، معرفتك، عقيدتك، الجانب العقدي والعقائدي، مو 2-3 شباب يقصون عليك يقول لك تعال وين رب العالمين، أو 3-4 من الشباب من دول أحمد القاطع ما أدري منه شو اسمه اليماني يقصون عليك 2-3، قوي عقيدتك، اقرأ، لا تنتظر أنا أقول لك كل المعلومات، ولا تتصور الخطيب يعطيك كل المعلومات، روح اقرأ، طالع في كتب موجودة،
اقرأ، قوي معلوماتك، قوي ثقافتك. لازم نكون بنك معلومات، منظومة معرفية قوية في انتمائنا لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف الإمام أمير المؤمنين شلون أدار هذا رسول الله تسامح أمير المؤمنين. وهذه كلمة مهمة للشباب أيضا، شوف مواقف كثيرة تأتي إليه امرأة تقول له يا أمير المؤمنين أنا ارتكبت الفاحشة طهرني. قال أمت الله أنت حامل، صروحي ولدي عندش ولا 9 أشهر راحت. الإمام يقول يعني مع نفسه يا ريت بعد ما تجي، خلاص روحي 9 أشهر. بعد 9 أشهر أجت، قالت يا أمير المؤمنين أنا وضعت الولد طهرني. قال مو هذا الطفل يحتاج رضاعة 2 سنين، روح 2 سنين رضعي. أول يوم واحد إن شاء الله يقولها بكرة ينساها، بعد 2 سنين رجعت. الإمام غضب قال إيش فيكم، لماذا تعترفون بالذنب إلى الآخرين؟ توجهوا إلى الله، الله أرحم الراحمين، غفور للذنوب، يعفو عن الخطايا. أنت رايح إلى الله، أنت مو متوجه إلى الله. ذلك الشاب جاء به مرتكب الفاحشة مع شاب من آخر نعوذ بالله، قال له أمير المؤمنين عليك واحد من 3، اختار أنت كيفك. قال ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أولا إما أن يهدم عليك الحائط، وإما أن أضرب عنقك بالسيف، وإما أن أحرقك بالنار، اختار أي واحد تريد، واحد من ذين 3، لأن هذا الحرام اللي سويته محرم كبير جدا عند الله. قال يا أمير المؤمنين أيهما أكثر ألما؟ أريد شيء لي ألمه أكثر. إذا يهدون على الحائط ونفس الوقت يموت، بالسيف نفس الوقت يموت، ولكن التعذيب بالنار يطول فترة إلى أن يموت. أمير المؤمنين قال له التعذيب بالنار، قال يا أمير المؤمنين طهرني بالنار، أنا أريد أتحمل عذاب الدنيا حتى أذهب إلى الله طاهرا مطهرا. هذا ألم المعصية. أنت الشاب اليوم وهذه أيام وهذه ليالي، هذه ليلة القدر لا تفوتها. تعال إيش عندك ملفات، تعال يوم امسحها، اعمل ديليت، تعال اعمل فورمات جديدة لنفسك، تعال قوي علاقتك مع أمير المؤمنين، سوى عهد الليلة، تعال خلي عهدك مع علي بن أبي طالب، خليك مثل ما يريدون أهل البيت، ولائك بينك ما بين الله. إذا ما كان في حرام ابتعد عنه، لا تقول باكر، لا تقول بعد 2 شهر. شباب ليكن احنا أيام في أيام شهر رمضان نتوجه إلى الله، وبعد شهر رمضان نسينا الله ونسينا علي بن أبي طالب ونسينا الحسين. شوف الإمام أمير المؤمنين شوف ماذا يقول. ثم الإمام قال له الإحراق بالنار أكثر إهلاما، فقال أحرقني بالنار. الإمام وإذا بالإمام جاءوا بالحطب، والإمام وجر الحطب صار كلها نار، جهز كل شيء، حكم الله تبارك وتعالى. التفت إلى أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين تسمح لي أصلي 2 ركعة لله قبل ما تلقيني في النار؟ قال بلى. صلى 2 ركعة لله ثم رفع يده إلى السماء، قال إلهي أنا ارتكبت الفاحشة، إلهي أنا سويت حرام، ولكن جئت إلى أمير المؤمنين، سألت علي بن أبي طالب شلون أطهر نفسي؟ قال علي عليه السلام أنه أحد 3، فاخترت النار لكي أتألم في الدنيا ولا أصاب بألم في الآخرة. أريد أطهر في الدنيا، بعد بالآخرة ما أريد أتألم أكثر من ذلك. إلهي لما قال هذه الكلمات بكى أمير المؤمنين، يعني إلهي بعد أنا في الدنيا راح أعذب، لا تعذبني في الآخرة. إلهي أنت أرحم الراحمين، إلهي أنت غفار الذنوب. قال هذه الكلمات عند أمير المؤمنين، وإذا بعلي يبكي، الناس اللي حول الإمام أمير المؤمنين يبكون. قال يا رجل اذهب غفر الله لك. طلع واحد قال له يا أمير المؤمنين تعطل حد من حدود الله. قال له أمير المؤمنين أنا إمام، وأنا أعرف بذلك أن الإنسان لو تاب حقيقة بينه وبين الله الله يغفر له، اذهب أيها الشاب غفر الله لك. هكذا كان أمير المؤمنين. احنا نقول يا سيدي يا أمير المؤمنين اليوم احنا
احنا مثل ذاك الغلام اليتيم اللي اجى، غلام طفل صغير، اجى اطفال يلعبون وما لعبوا، اجى عند امير المؤمنين قال له يا ابا الحسن يا امير المؤمنين دول الاطفال طردوني وما يلعبوني معاهم. سال الامام قال له ليش ما يلعبوك معاهم؟ قالوا يقولون انت يتيم ما عندك ابو لا تلعب معانا. فأمير المؤمنين ضمه إلى صدره وصار يقبله وأعطى له شيء من المال، ثم قال له أمير المؤمنين اذهب والعب معهم، إذا قالوا لك من هو أبوك قل أبي علي بن أبي طالب. قل له سيدي يا أمير المؤمنين احنا عيالك كل سيدي أنا وعلي أبوا هذه الأمة. يا أمير المؤمنين نظر إلينا سيدي أنتوا بالنجف ويانا هالليلة. يا أبا الحسن ذول عيالك سيدي تحملوا الألم المصائب، هذا فقد أبوه هذا فقد أخوه هذا فقد ابنه هذا فقد ابن عمه، سيدي احنا مصابين احنا بألم وأرواحنا كلها فداك سيدي يا أبا الحسن، كل أرواحنا رجال نساء كلتنا ضحايا بين يدي. لذلك فعلا شنقول للحسين بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أمير المؤمنين هذه الليلة عظيمة على أبي الحسن، هذه ليلة عظيمة على مولاي أمير المؤمنين. تدري أي ليلة؟ هذا أمير المؤمنين الذي كان يدعو على نفسه من هؤلاء القوم إش كثر أذوا علي بن أبي طالب. مو الإمام مثل ما قلت لك يقول لقد ملأتم قلبي قيحا، شن سويتوا بعلي بن أبي طالب؟ إش كثر ألمت أمير المؤمنين، إش كثر مصائب جاءت لعلي بن أبي طالب، لا مصيبة ولا مصيبتين، المصائب توالت على قلب أمير المؤمنين، هذه المصائب وهذه المحن. لذلك تشوف علي بن أبي طالب في هذه الليلة ذهب إلى ابنته أم كلثوم. ترى السيدة زينب إش كثر شافت مصايب وياها أختها أم كلثوم، ليكون نقصر في حق سيدتي ومولاتي أم كلثوم. كان الإمام في مثل هذه الليلة كل ليلة ما وين ما عنده، وين هي فاطمة؟ يوم اللي كانت فاطمة الزهراء كان يروح عند فاطمة، يوم اللي أم البنين يذهب إلى أم البنين. علي بن أبي طالب وحيدا فريدا، كل يوم كل ليلة يروح عند واحد من عياله يتفطر. الليلة وين صار دور سيدتي ومولاتي أم كلثوم؟ دخل أبوها عندها، تلقت الأبو، أهلا أبويا أهلا بك سيدي يا أمير المؤمنين. قدمت له طعامين، التفت إليها أمير المؤمنين قال بني أم كلثوم متى رأيت يا أباك يأكل طعامين؟ تقول ردت أشيل الملح، فقال احمل اللبن. لذلك تفطر الإمام ثم مسح على بطنه قال الحمد لله رب العالمين، ثم نظر إلى السماء قال إنها والله الليلة الليلة. أم كلثوم هذه الليلة شافت أبوها أمير المؤمنين مو على الحال اللي شوفه دائما، قالت له يا أبا يا أمير المؤمنين أراك تنظر إلى السماء، شنو الخبر؟ أكو خبر؟ شنو اللي يصير؟ الله يا أم كلثوم إذا تعلمين أي مصيبة كبيرة ستحل على أمير المؤمنين، أي مصيبة كبيرة راح تحل على أبي الحسن. لذلك وإذا بالإمام قال لها بني أم كلثوم إن أباك قد تال العرب، ما مرت علي ليلة كهذه الليلة، ما مرت علي ليلة في هذه الليلة، والله لا كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. هي الليلة هذه هي الموالي، لا تقعد عندي، روح إلى النجف، روح إلى مسجد الكوفة إلى محراب أمير المؤمنين. يا موالين هذا أبوكم أمير المؤمنين،
أبوك إيش كثر عزيز عندك، هذا الأبو الحقيقي هو أمير المؤمنين. لذلك هذه الليلة نام أمير المؤمنين قليلا ثم قام من نوم ينظر إلى السماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه مصيبة، وإذا بالإمام أمير المؤمنين. الإمام بقى في هذه الليلة بين راكع وبين ساجد، قال لأم كلثوم: بني لقد رأيت حبيبي رسول الله. قال: يا علي، نحن الليلة مشتاقون، أنا وهذا حمزة كلنا مشتاقون إليك. لذلك أمير المؤمنين قبل الفجر أحوال السيدة أم كلثوم تغيرت، شنو اللي راح يصير؟ لذلك خرج أمير المؤمنين، وقفت أمامه: أبا يا علي إلى أين تذهب؟ بويا وين تروح؟ خليك في مكانك لا تطلع أبا. قال: لا والله. لبس الإمام ثيابه خرج إلى صحن الدار، مجموعة من طيور الأوز. لما نظرنا إلى أمير المؤمنين صحن في وجه علي، وإذا بالإمام يقول: صوائح من بعدها نوائح وإماما. أريد أسمع صوتك: رحم الله من نادى يا وعلي. أيوة أمير المؤمنين وصل إلى الباب، أراد أن يعالج، أن يفتح الباب. الباب من فتحت لأمير المؤمنين؟ عالجها انفتحت الباب، انفتح حزامه، وإذا به صار ينادي: أشدد يا حيازيمك للموت، أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك. خرج أمير المؤمنين، راحت أم كلثوم خبرت الحسن والحسين: أخويا حسن، أخويا حسين، اليوم أبويا ما أدري حاله، مو على كل حال. خرج الحسن والحسين وقفوا أمام أبوهم، قال لهما: اذهبا عني. قالوا: أبي خلي نكون وياك. قال لهما: ولداي اذهبا، ارجعا إلى الدار. رجع الإمام الحسن والحسين، مشى أمير المؤمنين. إلى أين أيها الموالي؟ يا شيعة علي، وين أبوكم؟ وين رايح؟ أين أمير المؤمنين؟ ذهب أمير المؤمنين إلى المسجد، صار وقت الأذان، صعد على المسجد وقال أمير المؤمنين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول المؤرخون: دخل صوت الإمام في ذلك اليوم في كل دور الكوفة، وكل حجر ومدر في المسجد صار يسبح مع أمير المؤمنين. أكمل الإمام الأذان، نزل إلى الإمام، يقعد الناس للصلاة، الصلاة، الصلاة، ثم التفت إلى اللعين ابن ملجم، كان قد نام على بطنه. الإمام رفسه برجله، قال: يا ابن ملجم قم، أتعلم أي مصيبة؟ تدري المصيبة اللي اليوم راح تصير؟ لذلك أمير المؤمنين رحم الله من نادى وعليا. أيوة سيدا، أي صوتك، صوتك، صوتك الموالي. أيوة غريبة،
أيوة مظلومة وقف أمير المؤمنين إلى الصلاة والناس وقفوا خلفه واللعين وقف خلف الإمام. قال الإمام الله أكبر، أكبر الإمام. كان في صلاته قرأ الحمد والسورة، ثم ذهب الإمام إلى الركوع، ثم ذهب إلى السجود، أراد أن يرفع رأسه وإذا باللعين ابن ملجم. أجركم الله. وإذا باللعين ابن ملجم ضرب الإمام على رأسه. أيوة إماما، أيوة سيدا. وإذا بالإمام صاح فزت ورب الكعبة، وإذا بنداء بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى. علياً وعلياً وعلياً، علياً وعلياً، علياً وعلياً وعلياً، علياً وشهيداً وإماماً، إماما وعليا وعليا. مظلوما ومظلوما ومظلوما، عليا وعليا وعليا. مظلوما ومظلوما ومظلوما، يا أمير المؤمنين أصبح الكون حزين، يا أمير المؤمنين أصبح الكون حزين، يا أمير المؤمنين. خيم على أحبابك الليل الحزن، خيم على أحبابك الليل الحزن، والمدامع سالت باب الجفن، يا قلوب هاليوم يبكي ويوين، وبرحيلك ينهض بقلبي الحنين. يا أمير المؤمنين، إيه يا أمير المؤمنين. يوم كل شيعي إلك صاحب مصاب، اليوم كل شيعي إلك صاحب مصاب، بالذكر يرفع تعازب هالغياب، اللي أن باشر تندفن تحت التراب، شلون ما قلبي المحب يصبح حزين. يا أمير أعلى أعلى، يا أمير، يا علي استشهدت من أجل الصلاة، يا علي استشهدت من أجل الصلاة، بالمجالس نعقد اليوم العزاء، واسي زيانب بالنحيب وبالبكاء، واسي زيانب بالنحيب، واسي زيانب هون من الحسن ونعين الحسين. يا أمير، يا أمير، يا أمير أعلى أعلى، إيه؟ يا أمير، على زينب كون لا طر الصبح، على زينب كون لا طر الصبح، شوفك من الراس حدر بنجرح،
من تهل دموعها بيوم الجرح تبقى دمعتها على مر السنين. يا أمير يا أمير صاد جبريل بمصابك يعتلي صاد جبريل بمصابك يعتلي يا علي من ربك اسمع ما يلي وحق رب الكعبة فايز يا علي وحق رب الكعبة فايز وحق رب بالحشر انت شفيع المذنبين بالحشر انت نبين. يا أمير يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عالوعد عالوعد وياك حادر عالوعد عالوعد وياك حادر عالوعد وأنا أول محب ناطيك العهد وأنا أول محب ناطيك العهد يا علي يا علي يا علي وتبقى الشعائر للأبد يا علي يا علي وتبقى الشعائر يا علي وتبقى الشعائر أحلف بجف القمر وأم البنين. يا أمير يا أمير يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عالوعد وياك حادر عالوعد 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 وياك حادر عالوعد وانا اول محب ناطيك العهد وانا اول محب ناطيك العهد يا علي يا علي وتبقى الشعائر للابد يا علي يا علي عيدان يا علي يا علي أحلف بجف القمر وأم البنين يا أمير المؤمنين يا أمير يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليلة القدر هذه ليلة عظيمة إن شاء الله. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن ليلة القدر لماذا لم تكن ليلة واحدة؟ ليش ثلاث ليالي جعلها رب العالمين؟ قال لكي تعبدوا الله أكثر. أحبة الشباب اليوم أخلي هذه ساعات، شوف الآن قريب منتصف الليل وإلى الفجر ماكو إلا ساعات، خلي هذه الليلة ثلاث ليالي. الروايات تقول ليلة الخامس عشر من شعبان، ليلة 15 شعبان تقدر أقدارنا، ليلة ميلاد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، عجل الله فرج الإمام، تقدر أقدارنا ليلة الخامس عشر من شعبان. في هذه الليلة تمضى الأقدار، يعني الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الليلة يوقع على أعمالنا. تعال اليوم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أولا لا تنسوا هالناس الطيبين اللي كانوا ويانا في مجالسنا، أبو سالم كان يقعد في هذا المكان رحمة الله عليه، وبقية الشهداء وهالشباب اللي كانوا ويانا، يا ليتنا كنت مكانهم، يا ريت أنا كنت رايح، يا ريت كنت أنا وياهم الشهداء، هنيئا لهم الجنة. في ضيافة الحسين سمعتوا هذا الشاب اللي بالمستشفى، يمكن كلكم شفتوا على الواتساب، الشاب يقول أنا شفت لما صار الانفجار مثل حاله غيبوبه صارت عنده، يقول كان روحي طلعت من جسدي
يقول وإذا بي أنظر إلى الإمام الحسين فجوة، الإمام الحسين واقف في المسجد، في المسجد يقول أشوف الناس هذول الشهداء واحد وراء الآخر يستقبلهم الإمام الحسين، الإمام يستقبلهم، هلا بيهم يستقبلهم. يقول أنا وصلت عنده قلت له سيدي أنا بعد، قال لا أنت أرجع، أنت الحين مو دورك أرجع. يعني يا ناس يا مؤمنين هذيل اللي راحوا نيالهم الحسين في استقبالهم. أقول له سيدي أبا عبد الله دخيل اسمك أبا عبد الله، أنت اللي تبكي على الحسين وأنت اللي تصيح يا حسين، تصور الإمام الحسين يهدك؟ والله ما يهدك، والله ما يترككم الإمام الحسين، الإمام الحسين وياكم دائما أبدا وياكم. شو تقول له؟ تقول أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. نقول للحسين أريدك الآن الصيح، كم مرة نداء للحسين، قل له أبا عبد الله إحنا جنودك، إحنا أبنائك أبا عبد الله، وما نسينا. قبل ما ندخل في إحياء هذه الليلة شباب بأعلى أصواتكم بهذه القبضة وجه نداءك إلى كربلاء، انظر إلى الحسين قل لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، بارك الله فيكم. إن شاء الله هذه تلبية وأن نكون مع أبي عبد الله الحسين. نقول أبا عبد الله أنت ما تخليت عن أحد، وإحنا أيضا طيل عمرنا في هذه المجالس وهالقرايات، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. شباب هذه الليلة أحيوها بذكر الله، تعالوا هذه ليلة القدر، قد تكون هي هذه الليلة. بس البعض يقول لك ليلة 22 أو ليلة 23، العلم عند الله، ما ندري إحنا العلم ليلة 21 أو ليلة 23، العلم عند الله، قد تكون هذه الليلة ما ندري. ظهور الإمام متى يكون؟ ما ندري، قد تكون في الأيام، والعلم عند الله ما ندري، العلم عند الله. لازم شباب تهيئ نفسك، ترى أنا أقول كلام صدق، كلام جدي، أقول هالكلام ما أتكلم مزح، أتكلم جد، أن تهيئ نفسك أن تكون من أنصار الإمام. إذا ظهر الإمام بعد يكون أنا مصف حساباتي. تعالوا اليوم الله فاسحنا مجال أن نتدخل في أقدارنا، إذا الله مقدر لك شيء الليلة بالدعاء والبكاء ما لك علاقة من يمك، أنت وربك، لا تخجل الإنسان، لا تستحي، كل ما تتوجه إلى الله، كل ما يكون عندك خشوع، كل ما يكون عندك ذوبان بالله، كل ما تكون قريب إلى الله تبارك وتعالى. هذه ساعات، يعني هذول الجماعة اللي استشهدوا والجماعة الجرحى الله يمن عليهم بالعافية، اللي بالمستشفيات اللي بالبيوت، هذول الجرحى ما كان يدري، هذا يتصور شهر رمضان موجود يحضر ليالي القدر، ولكن هذه المنية راح، لذلك ما ندري، الأعمار بيد الله تبارك وتعالى. تعال هالليلة ما يدري واحد باكر شي يصير، تعال هالليلة صف النية مع الله، صف النية وأنت في ليلة أمير المؤمنين. وانت اليوم بكيت على علي وصحت يا علي يا امير المؤمنين، اليوم لطمت على امير المؤمنين، تعال هذه الليالي الباقيه، ايش الدنيا والله ما تسوى، مو هذا اميرك امير المؤمنين؟ علي بن ابي طالب هذه الدنيا ايش سوت بامير المؤمنين؟ هو امير المؤمنين ايش كثر تحمل مصائب ومحن. اكو رجل مظلوم بالروايه، اكو رجل مظلوم صار ينادي انا مظلوم، طلع لامير المؤمنين قال تعال ايها المظلوم حتى انادي معك انا مظلوم ايضا. يعني علي بن ابي طالب تقرا في زيارته السلام عليك يا اول مظلوم، يعني هذا الانسان اللي يشوف زوجته قدامه تعصر بين الباب والحائط ولازم انطم ما اتكلم، ما اقول امي فاطمه الزهراء عصروها على سان لا يسووا لي مشكلة، ما أقول الزهرة ضربوها، ما أقول الزهرة كسروا ضلعها، ما قال طيحوا جنين أمي فاطمة، هل كسر مظلومة أمي الزهرة أمكم فاطمة؟ يا ناس بقول لكم كلمة واحدة فقط، بالله عليك إذا يوم قالوا لك أمك طقوها شو يصير فيك؟ شلون لو كانت أمنا فاطمة، ها أمي الزهرة كسروا ضلعها وأنا أسكت وأنا ما أتكلم، ولازم ما أقول أمي فاطمة كسروا وضلعها. هذه مصيبة، هذه محنة، هذا ألم.
مولاتي يا فاطمة، لعن الله ظالميك يا فاطمة، كل هالمصائب وكل هالمحن على أهل البيت وأنا أسكت ما أقول. سلام الله عليك يا أبا الحسن. سيدي احنا نسمع المصيبة وما نتحمل، شلون نتحمل سيدي؟ أي صبر عندك يا أمير المؤمنين؟ صبرت. وفعلا يوم اللي يغسل الزهراء ويقول للأطفال: أطفالي أولادي لا تبكون بصوت عالي، الناس لا يعرفون أنا أغسل أمكم فاطمة. هو أمير المؤمنين تقول أسماء: نظرت إلى أمير المؤمنين، وضع يده على رأسه، صار يرجع إلى البراء يبكي بكاء عاليا يبكي. هذا أمير المؤمنين، هذا إمام الصبر، بكى بكى. تقول لأسماء: سيدي أنت توصينا بالصبر وأنت تبكي. قال: بلى يا أسماء، أنا وصيتكم صحيح، ولكن الآن وصلت يدي إلى ضلعها المكسور. هذا مصيبة أمير المؤمنين. أي نعم، سلام الله عليك. ولما أراد أن يعقد الكفن شاف أطفاله وعياله، الله يعين اللي يفقد، الله يعين الطفل الصغير اللي يفقد أم. ترى فقدان الأم صعب، الأم عزيزة وغالية، تبقى الأم غالية وعزيزة، اللي يفقد أم ترى مو شي سهل. شاف عيال الحسن الحسين، زينب أم كلثوم، صار ينادي: حسن حسين، زينب أم كلثوم، هلموا ودعوا أمكم فاطمة. لذلك أقبلوا إليها، وإذا بالإمام الحسن ألقى بصدره بنفسه على صدر أمه: أمه أنا ولدك الحسن. والإمام الحسين ألقى بنفسه ينادي: أمه أنا ولدك الحسين، كلميني. أخرجت الزهراء يديها من الكفن. أمير المؤمنين يقول: فوالله أنها حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها، وإذا بنداء من السماء: يا غلي أبعد الحسن والحسين عن صدر أمهما، فوالله لقد أبكى يا ملائكة السماء. يا الله يا الله، مصيبة كبيرة، مصائب أهل البيت. سلام الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. الليلة كلتنا في ضيافة أمير المؤمنين، لذلك توجهوا إلى القبلة، نقرأ دعاء والمناجات الخمس عشرة. نقرأ هذه المناجات في هذه الليلة، نتوب إلى الله توبة نصوحة. بعد الليلة هذه أنت وربك، هذه ليلة لا تقول شوي بالسجود أتعب، ما يخالف، هذا جسدنا لازم أني أتعب، أتعب نفسي شوي أكثر. توجهوا إلى الله بهذا الخشوع اللي عندكم، هالقلب الطاهر اللي عندكم، وهذه ساعات لحظات في عمرنا، عسى ولعل أن تكون خيرا للدنيا والآخرة. الآن أتوجه بحالة سجود، خلي يسجد الجميع. يا الله، توجهوا إلى الله، حتى إذا ما في تربة مشكلة، إذا في كلينكس همك مشكلة، إذا ترب فيه. يا الله، تدرون أفضل حالة للإنسان حالة السجود، أفضل حالة للإنسان هي حالة السجود، هذه حالة، أفضل حالة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمانت قلبي عظيم جنايتي، فأحيي بتوبة منك يا أملي،
ويا بغيتي ويا زولي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك يا الله فإن طردتني من بابك فبما نلوم وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووا لفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخجلني في مشهد القيامة من برد عفوك ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك يا الله وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد العابق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فوعزتك إني من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عن عف عني وبعلمك بي ارفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك إلهي إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي
وتعرض بمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك يا الله فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي مع الله يا حبيبا من لا حبيب له يا الله يا حبيبا من لا حبيب له يا طبيبا من لا طبيب له يا راحما من لا راحم له يا مغيثا من لا مغيث له يا ربي يا رب هنيئا لكم هنيئا لكم يا ربي يا الله يا الله مع الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا أنيس من لا أنيس له يا سند من لا سند له يا أمان من لا أمان له يا ربي يا ربي يا ربي مع الله يا ربي يا ربي يا الله اطلبوا حوائجكم الى الله اللهم عجل لوليك الفرج في الرواية ليلة القدر اسألوا من الله العافية اسألوا قال اللهم ارزقني العافية في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين استغفر الله يا الله بارك الله فيكم توجهوا في الدعاء المصاحف بين يديكم وهذه الليلة العظيمة المباركة من ليلة القدر توجهوا إلى الله كما ذكرت لكم حتى لو أن الله تبارك وتعالى قدر لنا اليوم بالدعاء والتوسل برسول الله وبأهل البيت وبإمام زمانكم
عجل الله تعالى فرجه ونحن تحت رعايته المباركة ونحن تحت إشرافه المبارك برعاية الإمام بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عندكم أي حاجة اطلبوا من الله، الواحد يقول أنا الله يدرب حاجتي، لا قولها بلسانك، من عوامل استجابة الدعاء أذكر حاجتي. إيش عندك حوائج قولها بلسانك، قول إلهي إلهي هذه حاجتي هذه حاجتي هذه حاجتي. وتعجيل الفرج، لا تنسوا أيضا وأيضا أن نكون من المرضيين عند الإمام وأن نكون تحت لوائه المبارك وأن يحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء، يدفع عنه كل سوء من يريد به شرا، اللهم رد كيده في نحره. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا اللهم من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، الجرحى المرضى الناس اللي كانوا يحضرون معانا والليلة ما يقدرون يحضرون، ادعو لهم جميعا. الله يقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد. افتحوا المصاحف خلوها أمام وجوهكم. واقرأوا معي هذا الدعاء. يا الله، اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم إلى الله. ضعوا المصاحف على رؤوسكم، ثبتوها بصورة جيدة، بارك الله فيكم. تقرأ الدعاء، تأمل، خلي يكون في خشوع قراءتك للدعاء. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك 10 مرات. بك يا الله، 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 يا رسول الله، يا حبيب الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدم. يا الله يا الله يا رسول الله، يا وجيهان
يا رسول الله اشفع لنا، يا نبي الرحمة يا وجيها، هنيئا لكم، اشفع لنا يا أبا الزهراء يا وجيها، اشفع لنا يا أمير المؤمنين. إلهنا ليلة عظيمة على مولانا أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين، هذه مصيبة عظيمة الليلة، أي مصيبة. لما يا نادى يا جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت أركان الهدى، الحسن والحسين جاء إلى الإمام أمير المؤمنين، ينظر إلى الإمام الحسن، ينظر إلى أبي مغمى عليه، قال أبا من الذي ضربك؟ قال ضربني ابن اليهودية. لذلك بعد ساعة شدوا على رأس الإمام، أخذ الحسن والحسين، أخذوا الإمام أمير المؤمنين، الحسن عن يمينه والحسين عن شماله، رفعوا الإمام أمير المؤمنين، توجهوا به إلى الدار. قبل أن يصلوا إلى الدار قال أولادي انزلوني، أولادي نزلوني، لا تنزلوني، نزلوني أولادي. قال الإمام الحسن بويا مشاليك بعيون، ليش النزل؟ قال ألا تنظر إلى أختك زينب؟ هذه زينب واقفة بالباب ما رضي تشوفني بهذه الحالة. لما نظرت إلى أبيها صاحت وأبتا، وعليا الصدات نادت يا المجبلي، الصدات نادت يا المجبلين، الشايلين وياكم منين؟ اسمع ظل وصيايا يا حصابين، انا عاد جيت العادي يا طيبين. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب، صاحوا يا زينب زيد الونين، ابونا انجتل والراس، ابويا يا يا انجتل والراس نصيان، يا ابونا انجتل والراس، يا يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا يا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا أمير المؤمنين يا وجيها، اشفع لنا يا علي يا علي يا وجيها، ت
توجهوا بقلوبكم بأرواحكم إلى أمير المؤمنين يا الله إلهنا يا 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 الله يا أرحم الراحمين يا الله. توجهوا إلى رسول الله بعد ذلك إلى أمير المؤمنين إلهنا يا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله إلهنا بعلي 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 عليه السلام يا بنت رسول الله يا حجة الله على خلقه يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول إنا يا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا يا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة مولاتي اشفعي لنا يا يا وجيهة يا فاطمة يا وجيهة اشفعي لنا إلهنا بفاطمة 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 عليها السلام يا كريم أهل البيت يا مؤمنين يا موالين توجهوا إلى البقيع إلى غريب آل البيت إلى الإمام المسلوم إلى الإمام المظلوم إلى الإمام الحسن المجتبى الغريب. الآن ماكو واحد عند قبر الإمام الحسن يا مؤمنين توجهوا إلى الله بهذا الإمام المسموم الذي جاءوا بجنازته يدفنوها عند جده رسول الله ضربوه بسبعين سهم وسهم أصاب جسده. أيها الإمام المسموم أيها الإمام الغريب إلهنا بالحسن الزكي بالحسن المجتبى يا الله انظر إلينا نظرة الرحيم إلهنا يا بالحسن 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 عليه السلام يا أبا عبد الله 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 يا حسين حسين يا حسين صيح للحسين حسين حسيني حسيني
حسين يا حسين حسين يا حسين. سقط على الرمضاء سيد الشهداء، جات عنده زينب ايش تقول له؟ تقول له ضربونا بالسياط، تقول له حرقوا خيمنا، تقول له شن سووا فينا من المصائب، تقول له اولادك وين راحوا؟ ايتامك بناتك ايش صار فيهم؟ قعدت زينب حول الحسين وعند سكينه وعند الرباب، قعدا حول جسدي ابي عبد الله، تقول له سيدي ابا عبد الله ايش سووا بينا هذولا؟ قعدا يا ام ابو اليمه ينحبن، قعدا يا ام ابو اليمه ينحبن، السكنه تعدد الهن وهن يبجن، والي والي الرباب تصيح بالله حال المطمن، يا بالله يا للاطماء. ما أدري ماذا أقول. الحسين كم له منزلة وكرامة عند الله، الله أكبر. يدخل على رسول الله وأبي بن كعب عند رسول الله، رسول الله يقول أهلا بزين السماوات والأرض. إذا هو طفل صغير رسول الله يقول له زين السماوات والأرض، يقول له أبي بن كعب يقول له يا رسول الله أنت زين السماء؟ قال أن ولدي الحسين، أن أهل السماء يعرفونه أكثر من أهل الأرض. إلهي ما أدري ماذا أقول في الحسين، ولكن أعلم أن له منزلة وكرامة. أبا عبد الله كل اللي قاعدين كلهم حسينيين، كلهم يذوبون بالحسين، كلهم أرواحهم أجسادهم كل وجودهم لأبي عبد الله الحسين. يلا صيح للحسين، إلهي بما للحسين من مكان عندك، انظر إلينا نظرة الرحيمة. إلهنا بالحسين 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 عليه السلام. لما وصلت السبايا إلى الشام وأمر اللعين يزيد أن يفتح الجامع والسلاسل من رقبة الإمام السجاد ومن يديه ورجليه، لما فتحوا السلاسل وإذا بقطع من لحم الإمام يسقط على الأرض والدماء تسيل. يا مولاي يا زين العابدين يا عليل كربلاء. الإمام الباقر لما كان يغسل جسد الإمام زين العابدين بكى وبكى، سألوه قالوا لها سيدي تبكي على مصيبة فراق أبوك الإمام زين العابدين؟ قال هي مصيبة، ولكن المصيبة الأعظم نظرت إلى آثار الجامع والسلاسل في رقبة والدي في يديه ورجليه. إلهنا بعلي بن الحسين بعلي بن بعلي ابن الحسين عليهما السلام. إلهنا بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي
بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهما السلام إلهنا بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد يا الله بجعفر ابن محمد عليهما السلام يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا شيعة يا موالين إمامكم موسى بن جعفر كان ينقل من طامورة إلى أخرى. تدري يعني شنو الطامورة؟ يعني ما يبين الليل من النهار تحت الأرض 18 عاما. لذلك ينقل السلام على المعذب في قعر السجون وحلق المضامين ذي الساق المرضوض بحلق القيود إمامكم موسى بن جعفر. مرت به الأيام هذا الإمام الصابر رفع يديه قال اللهم خلصني من سجن هارون يا باب الحوائج. في هذه الليلة توجهنا إليك سيدي نظر إلينا يا موسى بن جعفر إلهنا بموسى بن جعفر 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 عليهما السلام السلام عليك يا أنيس النفوس. وين عشاق علي بن موسى الرضا؟ السلام عليك يا أنيس النفوس سلام عليك يا شمس الشموس أيها الإمام الرؤوف أيها المدفون بأرض طوس يا علي بن موسى الرضا مولاي انظر إلينا نظرة في هذه الساعة يا الله من منتصف الليل يا الله إلهنا بعلي ابن موسى بعلي ابن بعلي ابن موسى بعلي ابن يا الله بعلي ابن بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى عليهما السلام السلام عليك يا باب المراد يا محمد الجواد أصغر الأئمة رحل شهيدا إمامنا محمد الجواد. لما تروحون إلى زيارة الإمام الجواد بالكاظمية مكتوب باب المراد إلى الله من ألقابه باب المراد يا مولاي يا جواد الأئمة إلهنا يا بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي
بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي عليهما السلام. سيدي أيها الإمام الهادي، أيها الإمام الهادي، قضى عمره في سامراء في سجن بني العباس، إلهنا بعلي بن محمد، 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 بعلي بن محمد عليهما السلام. يا سيدي أيها الإمام العسكري، والد الإمام الحجة، له مكان خاص عند إمام زماننا، عند ولي أمرنا، يا الله إلهنا، يا بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي عليهما السلام. يا صاحب الزمان، يا مولانا وسيدنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك. وين الروح سيدي؟ وين وين أنت إمامنا؟ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند شفع لنا يا عند يا صاحب الزمان يا وجيها اشفع لنا. هذا إمامكم، إمامكم والله يسمعكم. يا وجيها مولاي عزيز علي، أنا أهوى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. يا صاحب الزمان إلى متى؟ وإلى متى يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، نادي إمامك يا ابن، يا ابن، يا صاحب الزمان يا ابن الحسن. يسمعك يا ابن الحسن، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن، يا ابن، يا ابن،
نادي نادي إمامك يا ابن يا صاحب العصر أدركنا يا فليس لنا ما عدنا غيرك سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو يا ابن يا ابن العجل مولاي يا ابن يا ابن يا ابن الحسن يا الله هذا إمام زماننا هذا مهدي آل محمد يا الله ننتظر ساعة الفرج حينما ينادي جبرائيل يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد يا الله إلهنا بإمام زماننا بالحجة القائم إلهنا بحق ولي أمرك يا الله إلهنا الفرج 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 إلهنا جميعا بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف اطلبوا حوائجكم إلى الله إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان
الغاوث الغاوث أدركني أدرك الساعة الساعة العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا حميد بحق محمد. ارفع يدك للسماء يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله اطلبوا حوائجكم. نقرأ هذه الآية الكريمة بقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله ايدك ايدك الى السماء ارفعوا اياديكم. امن يجيب المضطر اذا دعاه يا مجيب المضطر ويا كاشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اقضي حوائج المحتاجين اشفي مرضانا وجرحانا والمصابين يا الله. اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله. شيعة أهل البيت أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله. من يكيد بهم سوءا رد كيده في نحره يا الله. أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. إلهنا من ليست لهم ذرية اللهم ارزقهم الذرية الصالحة يا الله. اللهم شبابنا نور قلوبهم بالإيمان وثبتهم على الهداية والتقوى يا الله. تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين ومن المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه. هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شباب هذه ليلة المصيبة وليلة العزاء. أخوي وعزيزي ملا محمد الخياط الله يبارك فيه الله يبارك فيه. إن شاء الله الكل يشترك كل شبابنا بارك الله فيكم. هذه ليلة العزاء والمصيبة. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.